السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد عبر قناة عبد اللطيف القنوري. ودائما الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا كنتواجدوا الآن في أغبال أحفير، كما كتلاحظوا عندنا واحد قطعة أرضية اللي ماشي بعيدة بزاف على الطريق الكبيرة، بحال 500 متر مربع الطريق الكبيرة اللي هنايا 500 متر، والأرض اللي كنتكلموا عليها الآن هي هذه كما كتلاحظوا، فيها 515 متر مربع صالحه للسكن، فيها الظلمه ها انتم تشوفوا، وفيها شجر ديال الزيتون وفيها الكرموس، اللهم بارك. شوف الحيط راه داير، ها الحيط كما كتلاحظوا. داكشي علاش كنقول لكم دائما حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. وبالنسبه للمعلومات ديال هذه الارض اخوتي، هاد الارض هادي راه صالحه للبناء، وتيتري تيترا مريقله، القوانين ديالها مريقلين، وبالشجر ديالها بكلشي. هذا الانسان الا بغى يجي يسكن هنايا يبني واحد الدويره هنايا ويدير لابيسين ويخلي هاد الشجر كما راه، ما يضيعوش اخوتي، غادي يدير واحد يبني واحد بتي فيلا صغيره هنايا كما كتلاحظوا، ويدير لابيسين هنايا ويخدم هاد الارض هادي، يعطيها الماء ويعطيها الاخر. وتبارك الله راه موقع زوين، أغبال راه معروف تبارك الله، اللي جا بين أحفير وفزوان كما كتلاحظوا، بركان اللهم بارك. ها انتم تشوفوا فيها الزيتون، ها الزيتون، ها الرمان، تبارك الله. شوف الخيرات تبارك الله ديال مولانا. الحاجة اللي كنركزوا عليها أخوتي، وهي الأرض تيتري وصالحة للبناء، يعني دير الرخصة ديالك وتبني كما راهم دايرين الناس هنايا. كاين اللي راه باني له هادي لابيسين ديالو، كاين اللي راه داير وراها قريبه للصاله، كاين واحد الصاله هنايا فيها لابيسين وداك الشيء. المهم الناس راه تبارك الله بانيه هنايا، كل واحد باني في ارضو داير لابيسين ودير داك الشيء. ها انتم تشوفوا تبارك الله الكرموس راه واجد، اللهم بارك. الشتويه تبارك الله، ها انتم تشوفوا، شوفوا الخير تبارك الله ديال الشتويه، اللهم بارك. داك الشيء طايب على حقه وطريقه. الزفيس فينا عندنا واحد الشجره ديال الزفيس في عاود، باش تشوفوا يعني الارض شنو فيها بالضبط. ها انتم تشوفوا، ها انتم الزفيس في اخوتي، ها يعني الانسان الا غادي ان شاء الله من غادي يشري هذه الارض هذه ما يضيعش هذا الشجر هذا، الله يجازيكم بخير، حاولوا تهلاو فيه. والمساحه تبارك الله راه مساحه مزيانه، 500 متر و15. شوف تبارك الله الخير راه غير كيتزلع هنايا، شوف غدانية كرموس راه يتزلع هنا تبارك الله. شوف شوف تبارك الله، مصلي عليك رسول الله. شوف 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 يا الخيرات تبارك الله ديال مولانا اللي كاين هنا. شوف منطقة تبارك الله معروفة هنايا بالخيرات، الله يبارك، اللهم بارك. إذا اخوتي بالنسبة للمعلومات ديال هاد الأرض هادي، راه المعلومات تيتري وجات في أغبال اللي معروفة تبارك الله، الفلاحة أغبال أحفير، 515 متر مربع تيتري، اللهم بارك. الناس اللي بغات هاد الأرض هادي يتواصلوا معنا في الرقم التليفون اللي غادي نحط لكم إن شاء الله هنايا في الشاشة، ومرحبا بالجميع. وبالنسبة للثمن أخوتي، راه طالبة فيها مولة الأرض طالبة فيها 1000 درهم للمتر مربع، 1000 درهم للمتر مربع كما كتلاحظوا. هذه راها لوزه هذه، الله يبارك، كما كتلاحظوا ها هو الحيط راه داير، الحيط داير على الاخر كامل. وهنا عندنا واحد الباب طريق كما كتلاحظوا، ها هي الطريق، الطريق الرئيسيه اللهم بارك. وغادي نوريكم حتى الطريق الاخرى باش تشوفوا الطريق، الطريق ديال القدرون راه ماشي بعيده بزاف، عندنا واحد 500 متر تقريبا الطريق الرئيسيه ديال بركان وجده احفير. تبارك الله، شوف واحد الجو زوين هنايا، الله يبارك. الناس المحبين الكالم والهدوء، الناس تبارك الله راه بانيه هنايا، الله يبارك. هاي الطريق ديال القدرون ديال تيزي، الطريق ديال القدرون الخوت، الطريق الرئيسية ديال اتجاه بركان وجدة،
الطريق الرئيسيه هذه القودرون. هذا ان شاء الله مع المدغري يديروا لها القودرون. انتم تشوفوا هاك الطريق ديال القودرون شفتوه. هنا راه ماشي بعيده بزاف من تما حتى لهنا، راه توالي ديك 500 متر ولا 400 كاع كما كتلاحظوا. إذن خوتي حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناة. الناس اللي يدخلوا على الجداد اشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. ودائما خوتي الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة إن شاء الله نحط لكم التليفون، واللي بغى هذه الأرض يتواصل معنا الله يجازيكم بخير، تواصل معنا باش نزيدوا نوضحوا لكم المعلومات اللي راكم باغيين. هذا الشيء اللي كاين. هانتوما تشوفوا راه تا في العرض، راه عندها العرض تبارك الله. شوف راه شوف شحال ديال عندها هذا العرض، العرض والطول كاع خمسة. بسم الله، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 16 20 22 23 24 25 26 27 29 30. الخوت راه عندها 30 متر هكا ديال الطول تبارك الله. 30 على ما عرفتش حتى الداخل راه تبارك الله واسعه. تبارك الله، شوف شوف الداخل، شوف الداخل كي دايره تبارك الله. شوف يا سلام، واحد زوج ثلاثة خمسة ستة ما شاء الله. واحد البروده، انا من دخلت تحت هذه الكرمه هذه واحد البروده الخوت. اش نقول لكم، يا سلام. هادشي اللي كان اخوتي في هذا الفيديو. نتمنى من الله الناس اللي باغيين يبيعوا الارض ولا باغي يبيعوا بارتما ولا يبيعوا شي حاجه تواصلوا معنا، ندير لكم ان شاء الله السبب، كلشي بسبب الكمال على الله. الناس اللي كيثقوا فينا وكيحترمونا وكذا الله يجازيكم بخير. بصراحه ارض جات في واحد الموقع زوين ما شاء الله كما كتلاحظوا، موقع زوين. يلا اخوتي تحياتي لكم، نهاركم مبروك.